في ظل تعاظم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو مصطلح وسائل التي نصف بها هذه المنصات بسيطا مقارنة بتضخم وجودها الذي بات يؤثر في سلوكيات المستخدمين وتقييد وجودهم داخل أيقوناتها. أصبح البعض يشعر بأنه تحت وطأة الترند واختراق الخصوصية، إما عن طريق الاستعمال الخاطئ أو مدى السماح للإنترنت بالتعدي على الخصوصية. فهل فعليا علينا أن نتعامل مع الخصوصية بشكل أكثر جدية؟ وهل وسائل التواصل الاجتماعي هي بالفعل منحازة لقضايا دون أخرى؟ حديثنا اليوم مع الباحث في الاتصالات بجامعة أكسفورد البريطانية دكتور وائل البيايضة. صباح الخير وأهلا وسهلا بك دكتور. صباح الخير رانيا، وشكرا لك لطرح مواضيع حساسة ومهمة مثل هذا الموضوع على قناة رؤية. نعم شكرا لك دكتور. بداية السؤال، هل فعليا وسائل التواصل الاجتماعي منحازة لبعض القضايا؟ الجواب ببساطة نعم منحازة، ولكن لا يوجد دليل واضح على ذلك. بعض الدراسات الأخيرة أثبتت أن الانحياز على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي ينبثق بالأساس من المستخدمين أنفسهم بشكل عام، سواء كان المستخدمين هم أشخاص طبيعيين أو مؤسسات أو حكومات. وهنا أنا لا أبرئ الشركات التي تمتلك وتدير منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فهذا ممكن، ولكن لا يوجد دليل عملي يثبت تورط هذه الشركات. ومعظم الناس سمعوا بفضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا لما استخدموا منصة فيسبوك لجمع كميات كبيرة من السايكوغرافيك ديتا تسويدا بابليك اوبينيون في محاولة لتوجيه الرأي العام في أمريكا خلال الانتخابات الأمريكية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، اليوم على مستوى العالم نسبة الأشخاص المتصلين بشبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم تقريبا هي 61%. لو استثنينا الأشخاص الموجودين في المناطق النائية والمجتمعات الفقيرة الغير متصلين بشبكة الإنترنت، وهي مشكلة عالمية اسمها الديجيتال جاب، لو استثنينا راح تصير نسبة الأشخاص المتصلين بشبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، أوروبا وأمريكا، راح تصل النسبة لأكثر من 90%. وبالتالي فإن استخدام شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي للتأثير على هذه الكتل البشرية الضخمة، على سكان الكوكب بشكل عام إذا جاز التعبير، أمر سهل وممكن. نعم نعم دكتور، كيف بتكون شبكة الإنترنت ومنصات يعني التواصل الاجتماعي، كيف بتكون منحازة، وما هي الاستراتيجيات فعليا اللي ممكن تتبعها لحتى يعني تروج على سبيل المثال كقضية الانتخابات التي ذكرتها قبل قليل؟ مثل ما بتعرف إيراني، احنا اليوم بنعيش في عصر البوليتيكال بولاريزيشن، كمان في عندنا السوشيال بولاريزيشن والإيكونوميك بولاريزيشن. هذا النوع من الاستقطابات بيولد حاجات عند عدد كبير من الأشخاص وجهات متعددة في الكوكب بشكل عام، مش بدولة معينة، لاستقطاب المجتمعات في اتجاهات متنوعة ومختلفة. وهناك دائما ما يسمى The man behind the curtain، وبالتالي فإن الانحياز موجود ومنبثق من المستخدمين أنفسهم بغض النظر عن طبيعة المستخدم مثل ما حكيت، سواء كان شخص طبيعي أو مؤسسة، وبغض النظر أيضا عن طبيعة الاستقطاب، سواء كان استقطاب سياسي لاتجاه سياسي معين أو اقتصادي في اتجاه فكر اقتصادي معين أو اجتماعي في اتجاه معين، سواء كان ليبرال أو كونزيرفاتيف. وبالتالي الاستقطاب أو الانحياز بحدث لما ينعمل اللي هو بيسموها السكوينج أوف ذا انفورميشن أو السبريدنج أوف ميس انفورميشن، يعني لما شبكة الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي تقوم بتحريف المعلومات أو نشر أخبار مضللة وتروج لأجندات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لدعم أطراف معينة أو دعم خطط اقتصادية معينة أو لجلب دعم سياسي أو شعبي في اتجاه معين أو لدفع الجمهور للوقوف مع أو ضد قضية معينة، فهذا حاصل. نعم يعني هذا ما نتحدث عنه اليوم بما أنه هو حاصل، وهذا الانحياز على سبيل المثال في تدفق بعض المعلومات التي تدعم طرف على آخر، كيف يؤثر بشكل مباشر على الناس وعلى سلوكيات الناس؟ عمليا رانيا، كل مستخدم لشبكة الانترنت أو منصات التواصل الاجتماعي يتعرض بشكل من الأشكال لنوع من المعلومات المحرفة أو
المظللة، وهذا مثل ما حكينا لغايات وأهداف متعددة لتوجيه المجتمع بشكل عام لدعم أو أنه يقف ضد قضية معينة أو لصرف انتباه المجتمع عن بعض القضايا. الغايات بنا كثيرة ومتعددة مثل ما ذكرنا، فبالتالي يتأثر الفهم العام للمجتمع والتوجه العام للمجتمع في منطقة اللاوعي عند الإنسان من خلال استخدام الإنترنت والمنصات بشكل غير مباشر، بما يتم نشره من أخبار ومعلومات تخص قضية أو فكر معين. نعم دكتور، يعني هذا التدفق اللي ممكن قد يؤثر أيضا ربما على مجموعة من الشباب أو المراهقين الذين يستعملون الإنترنت وليس لديهم اطلاع أو قدرة على تمييز بين الصح والخطأ، بين الحق والباطل. هنا نسأل، هل يتم استعمال المعلومات الشخصية، هل يتم استعمال ما يسمى بالداتا وهي البيانات التي يعني نقوم بإعطائها نحن بشكل أو بآخر وبتوقيع عليها إذاعا أو غير إذاعا، يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هل فعليا يتم استعمال هذه البيانات لتوجيه الرأي العام أو لضخ الدعاية المطلوبة؟ شوفي، أنت ذكرتي الشباب، أنا بدي أضيف الشباب والأطفال. قبل ما أجاوب على سؤالك بدي أنوه لأهمية انتباه العائلات لأبنائهم سواء كانوا أطفال أو مراهقين يتابعوا شو أنواع المنصات أو مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيتابعوها وشو نوع المعلومات اللي بيتعرضوا إليها، لأنهم الإنسان في مرحلة الطفولة أو مرحلة الشباب هاي مرحلة تكوين الفكر والشخصية، فغياب هنحكي الرعاية العائلية أو التوجيه العائلي وعدم دعم أبنائهم بالقيم والتقاليد والأفكار اللي ممكن تحميهم من التأثيرات المختلفة ممكن ينتج عنه أشخاص غير منتمين مش بس للمجتمع حتى لعائلاتهم، فهي نقطة مهمة. الموضوع الثاني، أنت بتحكي عن موضوع اللي هو بيسموه البرايفسي أند سيكيورتي أوف ذا داتا. نعم، هاي مشكلة كبيرة، ومخاطر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بما يخص السيكيورتي أند برايفسي أوف ذا يوزر هاي مهمة جدا ومن أكثر المشاكل اللي حتى بنعمل فيها أبحاث في مختلف المعاهد العلمية على مستوى دول العالم سواء كانت جامعات أو شركات ضخمة. بتعرضوا العديد من الناس مش بس فئة الشباب لانتهاكات أمنية، لانتهاكات خصوصية، هذا ممكن ينتج عنه أذى مادي أو معنوي لبعض المستخدمين، ممكن الشركات تتسبب لها في فضائح، ممكن يتسبب في مشاكل اقتصادية لعدد كبير، وصار كثير مشاكل زي ما حكينا قبل شوية فضيحة كامبريدج أنالتيكا مع فيسبوك. كمان ممكن يتسبب في أزمات، وكثير سمعنا بقصص انه صارت ازمات سياسيه بين دول بسبب تسريب بيانات او انتهاكات امنيه او لخصوصيه بعض المستخدمين، فهذا حاصل. نعم، اذا هناك تداعيات اقتصاديه وسياسيه لقله الخصوصيه او لاختراق الخصوصيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هل هناك ربط بين الحاجه السياسيه والاقتصاديه واختراق الخصوصيه؟ شوفي، مثل ما حكينا احنا اليوم بنعيش في عصر البوليتيكال بولاريزيشن، وفي عندنا زي ما حكينا كمان السوشيال بولاريزيشن، وهذا كله طبعا بما انه الانترنت صار واقع موجود، منصات التواصل صار بيستخدموها الناس، فصار سهل جدا استخدامها لتوجيه المجتمع لدعم او لرفض قضايا سياسيه او اقتصاديه معينه او لمحاربه او دعم بعض الاتجاهات. هذا بشكل عام ممكن يؤثر على نمو وتطور المجتمع سياسيا واقتصاديا، وممكن يؤثر أيضا على استقرار المجتمع وعلى جودة الحياة وعلى كثير من المؤشرات اللي ممكن يتم استخدامها لقياس نمو وتطور أي مجتمع. هنا بيجي السؤال، لو بدي أعيد صياغة سؤالك بشكل آخر، هل الانحياز على شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي هل ممكن يكون دائما إيجابي أو دائما سلبي؟ هذا السؤال ليس من السهل الإجابة عليه، ما في جواب بسيط أحكي لك أنه نعم الانحياز سلبي أو الانحياز بيكون إيجابي بيخدم المجتمع، ولكن بما أنه الانحياز بيتم من قبل أشخاص أو جهات يهدفوا لخدمة مصالح جهة معينة، وغالباً ما بيكون التركيز على خدمة مصلحة المجتمع بشكل عام، فبالتالي أعتقد وهذا رأيي الشخصي أنه الآثار السلبية للانحياز على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أكثر بكثير من الآثار الإيجابية اللي ممكن تكون موجودة. وبالتالي نحتاج دكتور نصائح يعني لتخفيف هذه الآثار السلبية.
طبعا احنا من الاشياء اللي ممكن تنعمل لتخفيف نحكي اثر الانحياز الموجود على شبكه الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، اول شيء وخط الدفاع الاول هو رفع مستوى الوعي. فبدي اعيد واكرر ونحكي الوعي 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 هو خط الدفاع الاول في اي مجتمع لحمايه افراد المجتمع من اي نوع من المعلومات المضلله او المحرفه اللي ممكن يتعرض لها ابناء اي مجتمع من خلال استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي. ومثل ما حكينا خصوصا الفئات العمريه اللي بيكونوا لسه في مقتبل العمر وما عندهم نحكي الخبره الكافيه في الحياه او الثقافه اللي ممكن تساعدهم على فهم ما بين السطور، يحاولوا يحموا انفسهم من الكم الهائل من المعلومات اللي قد تكون سلبيه اللي بتلقوها بشكل غير مباشر وتأثر في فكرهم وشخصيتهم في المستقبل. نعم دكتور، ختاما يعني هناك الكثيرين من يعني لا يعطون أهمية فعليا للخصوصية ويقولون يعني تعرف بالمزح الشعبي انه يعني انا شو في عندي معلومات اساسا لحتى ياخذوها ولحتى يهتموا فيها، لكن على صعيد حقيقي نحن نتحدث عن خطوره حقيقيه في معرفه تفاصيل عنك وعن حياتك. طب ما اهميه فعليا هذه التفاصيل البسيطه للانسان او المواطن العادي؟ هذا اولا. ثانيا، كيف يحمي نفسه الانسان من هذا الاختراق؟ هذا سؤال مهم. اولا، اي مستخدم لشبكه الانترنت او منصات التواصل الاجتماعي ممكن يتعرض لانتهاك امني او انتهاك خصوصيته، مش من قبل جهات معينه او شركات او جهات حكوميه، او ممكن يتعرض من اشخاص بيعملوا هاكينج او يكونوا انترودرز ياخذوا الداتا تبعه. بعض الاشخاص بيتعرضوا لعمليات ابتزاز بالصور او ببعض اذا اخذ منهم وثائق معينه. بعض الأشخاص بتعرضوا لعملية تشويه سمعة، بعض الأشخاص بتعرضوا لأذى مادي أو أذى معنوي، بعض الشركات أو الأعمال بتعرضوا لخسائر، فالأذى حاصل. وكل معلومة بيمتلكها الشخص إلها قيمة، وفي شركات في العالم موجودة بتجمع معلومات الأشخاص وبتبيعهم فعليا، بتبيعهم عمليا. نعم، وفي حتى بورصة لهالموضوع، هي طبعا هذا بلاك ماركت، سوق سوداء. طبعا الخط الرئيسي زي ما حكينا لحماية الأشخاص هو الوعي. نعم دكتور بعجالة إذا سمحت. نعم، من ناحية أخرى الحكومات لازم يكون في إصدار لتنظيمات وقوانين لحماية الأفراد في المجتمع. نعم. كمان لازم الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام مثل قناتكم تعمل على رفع الوعي العام بين أفراد المجتمع حتى يكون جاهزين. نعم، الباحث في الاتصالات بجامعة أكسفورد البريطانية دكتور وائل البيايضة، شكرا جزيلا لك.